امريكا مره اخرى رجل اعمال بزنس مان بتشتري على الارض. بالنسبه لها مين اللي موجود كثقل وموازين ومتحكمات؟ ايران، حزب الله، المجموعات اللي موجوده. الان ممكن تسوي معهم صفقه على سوريا وعلى حزب الله، وسلم سلاحك وصير حزب سياسي، وايران تعطى مظله ونفوذ. وايران زمان كانت على زمن الشاهية شرطي منطقة، الدول العربية الان هو فيها شرطة تكسرت، راحت مصر، راحت سوريا، راحت العراق، امريكا بلا شرطي. ففي الموديل التفكير والتخطيط الاستراتيجي الامريكي، اوكي اذا العرب فاشلين في واحد بده يؤدي لنا خدمات ونعمل معه صفقة وديل بنسوي معه صفقة. طبعا البعض بيقول لك يعني لهالمستوى، طبعا لهالمستوى واوسخ منه، وانا ما بلومه، هذا داير على مصالحه، مستعد انه يدمر سوريا ويدمر المنطقه بس بالاخر ويضمن مصالحه. ايش المصالح الامريكيه في المنطقه؟ سريعه، بدهم نفط، بدهم غاز طبيعي، بدهم اسواق مفتوحه، بدهم بيع سلاح مستمر، بدهم قواعد عسكريه، بدهم بين قوسين حكام طراطير. لذلك مش فارقة مع الأمريكان ديمقراطية ولا مش ديمقراطية، نحن بدنا الديمقراطية، بس الواقع مش قضيتهم. فباختصار، هذه أمريكا، هذه إسرائيل، هذه الأنظمة العربية، إيران، السعودية طبعاً لا تريد نموذج ديمقراطي سني إسلامي صالح، لأنه هذا هو الواقع المعايشة في آخر سنتين كنت في السعودية. السعودية كشعب سعودي في كثير منهم واعي، وكثير منه تواق للتغيير بمختلف توجهاتهم الاسلامي وعلماني وليبرالي، بغض النظر توافق او تخالف، لكن في عدم رضا. فالسعوديه تشعر بالقلق، لذلك لما تضخ هاي الاموال الهائله هي والامارات والكويت وغيره، تضخ ذلك لانها خايفه مرعوبه. هذه مساله لازم نستوعبها تماما، مش انهم، وهذه بتساعد بتعطي امل مره اخرى انه هاي الانظمه خائفه جدا. يعني انا كنت اضرب مثال على الاردن، وهذا حكي في العالم يعني، وحكي قبل تونس مع مجموعه من المفكرين وقيادات والى اخره، ما العمل كانوا بتفاوضوا انه مع الحكومه الاردنيه، نحكي قياده الحركه الاسلاميه، انه الانتخابات كانت مزوره مطعون فيها 2007. طيب خلص بنعيدها بنسويها محترمه هالمره، عشان الحكومه بدها ديكور، بدها مشاركه، انه المعارضه وهالاسلاميين بيشاركوا. هلا الاسلاميين لهم حساباتهم، انه يا عمي الشعب مش جاهز والناس، طيب اوكي بلاش نتوتر الاوضاع ولا غيره، نشارك. شو بدكم؟ المجلس النواب 110 نواب، شو رايكم تدخلوا لكم 20 30 كرسي وخلاص هيك انتم تطلعوا بشرف واحترام؟ فهم بتفاوضوا هاي النقطة قاعدين. انا كنت بدي الناس بقول لهم انتم يعني شو كيف بتفكروا استراتيجيا؟ اذا انت بتقول انت القائد والطويل والعريض والممثل والى اخره من الشعب، وانت حقيقة كذلك، والناس تثق فيك وتلتف حولك، هل هذه هي الطريقة في أن تناقش هذا الموضوع، أم أن تصر عن نظام الحكم أنه لا بديل عن إصلاح حقيقي ديمقراطية حقيقية؟ أما إصلاح ديمقراطية شكلية وديكورية لن تنفع أحد، ستسيء إليك أول واحد، ستفقد الشعبية والمصداقية التي تخشى عليها طبعا. فكان السؤال ما هو الحل؟ حل بسيط، ولا زال الحل هو القائم، ولا زال هو الحل الموجود بمصر تحديدا وسوريا بصورة أخرى، وهي لابد أن الشعوب تبقى في الشارع. يعني إذا أنت ما نزلت وبقيت سلميا وتقرع الطبول باستمرار وتطالب بحقك باستمرار، لن تأخذ حقك ألف باء، لن يضيع حق وراءه، وإذا ما طلب ضع. نكمل الفيلم. إذا أنت بتضلك تقول أنا بس بدي العدل والإصلاح وتحرير فلسطين بس حكي، ما حدا برد عليك، احكي لما تشبع، نكفل لك على الحرية. لذلك في الأردن مثلا في حرية بس مش ديمقراطية، فرق بين الثنتين. في يعني ليبرتي أو ليبراليزم اللي حرية التعبير والحكي والبرن والتظاهر والمشي، طبعا برضه بالمقاسات يعني مش 100 100، اللي هي المعادلة البسيطة إنه أنت بدك تعيش حياة كريمة ولا بدك مشي ودحل تحت الظلم والفساد؟ بس يعني الموضوع اسهل، قصه الربيع العربي وكل هاي القصه بالتحليل البسيط هي هذا السؤال. ها
هل الشعب لديه الإرادة والرغبة في إنه يعيش محترم؟ اللي بشكي 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 مشكلته هذا بشكي، هذا ما بيقدم حل. هلا برضه أنا ما بحمل مسؤولية للناس كناس عوام إنهم يطلعوا لي رؤية واستراتيجية وعمل، هم بحاجة لمن يقودهم، وهون بتيجي المسؤولية على الحركات خاصة الحركة الإسلامية عشان إحنا ما نزوغ النظر. ما دام الحركة الإسلامية في طول الأرض وعرضها بتقول إحنا لنا الشعبية ولنا المصداقية والناس تتبعنا وتسمع لنا، وإذا ما أجريت انتخابات نزيهة في أي مكان في الأرض بنفوز، ما دامت هي على ذلك وهي على ذلك ما تقدر تهرب من المسؤولية. لازم تجيب المشروع الصح والمقترح الصح والاستراتيجية الصح والعمل الصح والتنفيذ الصح إلى آخر. لذلك طبعا في فلسطين سابقا حماس لما وصلت انتخابات غزة اللي بذكر في 2006 قبل 2006 ما كانوش متوقعين يفوزوا بأرقام، فازوا، صارت المسؤولية اللي اختصروا المتوقع انه هل يحكموا ولا ما يحكموا.